والذي بدأته بوادر الآن في تميز المشاركة في هذه الدورة، لمشاركتكم لنا في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا عبرها لخدمة وطننا الحبيب، حيث تم تسويق كافة مواقع العرض وتنشيط الاتصالات التسويقية الخاصة مع الدول والشركات الأجنبية، وكان نتائج ذلك مشاركة لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمع العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ستكون في الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة، أول سنكون أول من نجني مجالات عدة وخاصة في القطاع الصناعي، والذي نرى أننا قادمون لتوطيد العلاقة بينها وبين الشركة لتمكينها من الترويج لمشروعاتها في كل من قدري والبحر الأحمر ومنطقة القلاوات الحرة، والتعاون في إطار محيطها الإقليمي والدولي، مما أحدث تطوراً في علاقاته مع الإدارة الأمريكية، نسج عنه رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الأمر الذي يستصحب الكثير من الإيجابيات التي يشهدها الاقتصاد السوداني خلال الفترة المقبلة، تتمثل في مزيد من الانفتاح الاقتصادي والاندماج السودان في الاقتصاد العالمي، وزيادة معدلات التبادل التجاري مع كافة دول العالم، وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات لمشاريع التنمية الاقتصادية بالسودان. معالي النائب الأول لرئيس الجمهورية، السادة الضيوف الكرام، لقد أولت وثيقة الحوار الوطني اهتماما متعاظما بالدور الرائد لوزارة التجارة في تفعيل علاقات السودان الخارجية في محيطه الإقليمي والدولي من خلال قرارات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومفاوضات الشراكة لنفاذ صادراتنا لدول الاتحاد الأوروبي، كما سعت الوزارة لتفعيل دورها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تركي شنو وين كان؟ ثلاجات سوبر ماركت مم.